صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: عينك بالله يا أبتاه من الله. فقال: يا فاطمة، أتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمام وكماله. السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمي، أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يا مستمعين النظام، صلوا على وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن بي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حرضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فقال لي: أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. أفلح من يصلي على الرسول وعلى الرسول محمد. السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما
الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها وقال السلام عليك يا رسول الله أتأمني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنتونا فدخل اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأمنني أن أكون معكم تحت الكساء قال